عزات ابني انت منيح؟ خير شو في؟ شامل مات يا عمي وبسببي انا. اهدى شوي واحكي لي بالاول شامل كيف مات وليش انت السبب؟ اخذت المحامي وكنا رايحين لعنده كرمال ناخد اخواله، وقبل ما نوصل على السجن مات. ملاك انت منيحة؟ ليش هيك لون وشك مخطوف؟ خالي فاطمة، زهرة بأمانتك، ديري بالك عليها. ليش شوفي؟ لوين بدك تروحي؟ لوين يا أغا؟ طيب ليش عم تلوم حالك؟ بركي عن جد شامل انتحر يا عزات. لكن ليش اتصل فيني؟ قال بده يغير أقواله ويعترف. أنا متأكد عمي عدنان هو اللي قتله. كل ما بحاول احمي العالم من ابن عمي وكل ما قلت ما بدي حدا يتأذى كل ما بتتعقد الامور. بسبب هذا الوسخ كم واحد صار ميت وكم واحد صار وراه مصيبه. زينب حبيبتي ليش هالدموع؟ بكفي انه ابوك موجود، هالخبر لازم يفرحك. شكري ربك انه في عندك ام واب. شو فيني انا ما عندي حدا منهم، لازم تفرحي. الموت امر الله نرمي، وما فيك تخالفي حكمة ربك بنوب لأنه هي إرادته. تركوكي ومشيوا، بس بالنهاية هن ما اختاروا هالشي بإرادتهم، وإذا عاتبتيهم رح تكوني عم تعذبي روحهم. بس كوني متأكدة وواثقة إنه الله بيحاسب الظالم وما بيتركه يعيش مرتاح. شو هالعيشة؟ أنا ما بيطلع بوش بنوب، بس الحي اللي اسمه ملك بياخدها وبيغير له جو. ما أخدها ليغير له جو، هالمرة هي أخدها روحها بلا رجعة. أنا ما كذبت عليك ولا حتى ضحكت عليك عدنان، لما تجوزتك كنت بتعرف شو مشاعري تجاه عزت وإني بحبه. بس تزوجتيني إلي صرت
ديري بالك حالك، اتفقنا. ايه معناتها انت بتعرفي لوين اخدها؟ ملك هلا صار وقتها انها تتحاسب. عدنان لما دري انه ملك حاولت تلعب بعقل مرت عمي لتصدق اللي قاله عزة جن على الاخر، هالمره ما رح يتركها لتموت. معناها هالمره ما رح تنفد. حتى لو بكيت وباست ايديه ورجليه، عدنان ما رح يرد عليها وما رح يسامحها. انت عن مين عم تحكي؟ مين هي اللي عمو عدنان ما بده يسامحها؟ هي امك يا حلوه، حاولت تشتغل من ورا ظهر الاغا وهلا راحت لحتى تتعاقب. يلا تعي. شو عمل ملك؟ ها؟ وصلتيني لهون، حابة تموتي؟ لك أنا خلص مليت منك ومن كذبك، كل مرة بصدق بقول خلص رح تعال، شو بيصير لك؟ أنا اللي مليت وما عاد قدراني أتحملك. مليت من كذبك ومن ألاعيبك، أنا تعبت من ظلمك عم تفهمني؟ لك أنت شو طينتك من بين البشر؟ حاولت تقتل ابن عمك اللي من لحمك ومن دمك، ومو بس هيك ساويت حضرتك، خليت الكل يصدق انه مات وانه ما عاد يرجع. من بعد هلا كيف بدي صدق يلي بتقوله؟ انت انسان ظالم ومستحيل اقدر اكمل حياتي معك، عم تفهم؟ كفي بقى، خلصي، ما تحلمي ترجعي لعزت. مو صح هالحكي، عدنان اغا مو مبين انه معصب من امي، هنن طلعوا ليغيروا جو. هيك امك قالت لك وقناعتك؟ ايه انا ما بستغرب، لانه ملك خانم صارت محترفه بالكذب والافتراء. مستحيل. تزوجتيني كرمال مصلحتك، وكل همك كان انك تكوني جنب بنتك، مظبوط؟ ومع هيك قبلت، بس انت وعدتيني ملك وقبلتي بشرطي انك تحافظي على شرفي وما تحطي لي راسي بالارض، وعدتيني بس ما وفيتي. اول ما شفتي عزت رحتي رقدتي لعنده، وبالاخر بدل ما تدافعي عن جوزك رحتي دافعتي عنه. أنا خلص ما عاد فيني أتحمل، ما عاد فيني أتحمل تخونيني وتشتغلي من ورا ظهري. يلا أمي ردي على تليفونك. يلا ما فيي ترد حبيبتي، لا تستني على الفاضي، بتكون عم بتحاول تنقذ حالها من الموت بس ما رح تقدر. برأيي إنك تكوني مستعدة تسمعي أسوأ خبر. لا لا، انتوا عم تكذبوا علي، امي رح ترجع لهون، رح ترجع لعندي. صوتك لا تعليه، وليه؟ امك بتستاهل اللي عم بصير فيها. لا لا. ايش؟ اسمعني منيح، انا ما عملت اي شيء لحتى تقول اني خنتك، انا بعمري ما حبيتك، حتى لو ما بحبك مستحيل خونك. وتأكد مو لأني بخاف إنك تقتلني، لأني إنسان بتحترم حالها، الله شاهد إني ما عملت أي شي غلط أبداً.
عم تفهم؟ تعي معي. شو الموضوع؟ شو صار؟ شو حكيتوا معها لحتى غطى قلبها؟ في إيه زهرة؟ في إيه حبيبتي؟ يلا يلا في إيه يا روحي؟ الزمي حدودك وانتبهي فاطمة. شو بعرفنا؟ انشغل بالها على إمها. اتصلت فيها بالتليفون، وبعدين لما ما ردت إمها عليها بلشت تعيط وتصرخ، وبعدين داخت ووقعت. إن شاء الله ما يصير شي للي ببطنا. طيب ولوين راحت ملك؟ طلعت هي والآغا ستي، وما منعرف لوين. خالي فاطمة، زهرة بأمانتك، ديري بالك عليها. مدام عزت موجود بقلبك، فأنا بعرف شو بدي أعمل. شو اللي بدك تعمله؟ ما فهمت عليك. رح خليه يطلع من قلبك وللأبد كمان. عزت رح يطلع من حياتنا كلنا. عزت ما رح يصير له شيء. أصحك تعمل فيه أي شيء عدنان، أنت وعدتني. خلصي بقى، لا تذكري اسمه قدامي. بتفكري فيه أكثر من حالك، ما هيك؟ رح أخلص منه، فهمتي؟ رح نخلص كلنا. أمي، أمي، حاكيني قولي إنك منيحة. أمي حبيبتي. يا روحي، أمك منيحة، لا تخافي، هلأ بترجع بعد شوي. زهرة حاسة إنه صاير مع أمها شي مو منيح. ليش يا ترى؟ شو بده يكون صاير؟ شو هالمياعة؟ لما ما بتشوف أمها جنبها بتغيب عن الوعي. أمي رجعت على القصر شي خالي فاطمة؟ لا ما رجعت لسه، بس ما تقولي إلا رجعت، ما رح تتأخر. لا تخافي يا روحي، لا تخافي. عمو عدنان رح يقتل أمي. عمو عدنان رح يقتل لأمي أكيد. لا تخافي حبيبتي. أمي ليش جبتني لهون؟ أنت رح تقولي لعزة يترك البلد وما يرجع لها أبداً، وبسرعة كمان. إذا بشوفه مرة تانية بقتلك أنت وياه، وما بتردد أبداً. شامل مات بسببي، كيف رح أعيش مع عذاب الضمير؟ فينا نحكي شوي عزات؟
خير؟ بشو بدك نحكي ملاك؟ مو عارفة أنا كيف بدي أقول لك هالشي. مبين أنت ما عم تعرفي لا تحكي ولا تتصرفي. حياتك كلها تغيرت هلا. معقول تفكرني تغيرت؟ مو مفكر، عم شوف. بدل ما تحاربي وتواجهي عدوي، وقفتي جنبه وصرتي مرته. عفوا، ما عم بحكي عنك. هديك ملك القديمة. ايه صح. وطالما أنا ملك الجديدة أنا بدي أطلب منك طلب. روح من هون. لو لساتني أنا ملك القديمة مستحيل أطلب منك هالشي، لأنه ما كنت بقدر أعيش بلاك. بترجاك اترك البلد من اليوم ورايح. أنا ما بقى بدي واجه وحارب حدا. بدي أنا وبنتي بس نعيش حياتنا مبسوطين، لأنه إذا ضليت هون عدنان ما رح يتركنا مرتاحين، أنت بتعرف. ولهيك لو سمحت روح وعيش ببلد تاني، ولا بقى ترجع لهون أبدا. روح من هون عزة. عزت رايح. عملت يلي قلت لي عليه. نعم أعزائي المواطنين، أهلا وسهلا فيكم. حلت علينا البركة، شرف كبير وسعادة إلي بالذات أنا إني أشوفكم وكون معكم اليوم بهالحفلة. طبعا معكم حق، مثل ما بتعرفوا إنه بحفلتنا الماضية ما قدرنا نجيب مطربنا المشهور تورغاي بيك على هالمسرح، بس عن جد كان مضغوط كتير وما قدر يجي. لهيك اليوم فناننا الكبير حيعوض لنا اياها، مطربنا العزيز بعد شوي حيكون بيناتنا على المسرح. طبعا بفهمكم، صرت عم شوف صورة مطربنا الحليوة بعيون الصبايا والستات، بعرف كلكم ناطرينه بفارغ الصبر ليجي، ما هيك؟ طيب انا ما حطول عليكم، رح ادعي حضراتكم لتكونوا مع مطربنا الكبير النجم تورغاي. رح يطلع هلا على المسرح، ومثل ما حكينا مثل ما وعدناكم تورغاي رح يكون بشحنه ولحمه. تفضل.
لا 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 لا. شكرا لكم، شكرا كثير، احلى جمهور والله. يتر artık sorma bana kırma kalbimi söyledim ya sana bilmeden oldu bilmeden oldu. Sakın kızma bana bilmeden oldu. Sevdim seni aştım haddimi gönül suçuydu. Sakın kızma bana bilmeden oldu. لو تعرف كم مرة اعتذر مني تورجاي عشان اللي صار، خجلان لأنه ما قدر يجي هديك المرة، بالأخير قلت له خلاص سامحتك ما في مشكلة بنوب. لك والله الأزعر ما كان رح يعرف ينام من زعله، طلع بيحبني كتير وبيحترمني كمان. منيح هلا ضميره ما بيعذبه. إيه مزبوط. عفوا ابن العم، شبك أنت؟ شو صاير معك؟ اسمع منيح لقلك، بعد هالحفلة اللي صارت اعتبر إنه المنصب صار بجيبتك. لك قلي ليش هيك قلب خلقتك ومتضايق؟ فاطمة ما اجت على الحفلة. رفيف قالت لي انه فاطمة بتحب تورجاي كتير وبتحب اغاني، بس رغم هيك ما قبلت تجي. هلا عرفت منيح شو هو جوابها لفاطمة. ما بدها ياني ابدا، ما بتحبني. تسكر هالموضوع وكل شي انتهى حتى من قبل ما يبلش. بتحمل شوفك هيك. يلا البسي هاد من غير شي، انت مريضة. هلأ بتجي امك. امي
روحي أنا منيحة، أنا منيحة، ما في داعي إنك تخاف. فكرت إنه عمو عدنان بده يقتلك. لا تفكري بهالقصص حبيبتي. انت عن جد رح تبعد عن اهلك وتترك ارضك وبيتك؟ رح تخلي الساحه فاضيه لعدنان؟ ايه رايح، بعد ما اسس شغله هنيك رح اجيب كل اهلي كمان لعندي. اذا ضليت هون الكل رح يتأذوا. لازم بكره روح شوف امي. مرت عمي، أنا طلعت حامل، عملت اختبار، حبيت خبرك إلك قبل ما خبر عدنان. كتير منيح. لا تخبري عدنان بشي هلأ، خلينا نتأكد بالأول بلا ما تطلعي غلطانة ونعلق بلسانه. بكرة الصبح من بكير منروح على المستشفى ومنتأكد. مزبوط حكيك. إذا عن جد أنت طلعتي حامل رح تكوني الملكة بقلبه لعدنان. السيارة قريبة، رح جيبها واجي. ايه. الو سميرة، نحن هلا طالعين من البلد. توصلوا بالسلامة، جلال خبرني وفرحت كثير، قال ما عاد بدكم تقتلوها لنيرمين. كيف؟ انت شو عم تقولي؟ ليش اجيت؟ قلقت عليكم وقلت بمرق. هالناس ما بينحزر عليهم ابدا، حبيت بس اطمن. ما في داعي للخوف. طيب مع هيك اذا بدكم شيء او اذا بدك تحكي معي اتصلي فيني. منيح انك اجيتي لعندي امي. لما اتصلت فيني طلعت من البيت فورا، بس انشغل بالي. انت منيح يا روحي؟ صاير معك شي؟ لا امي انا منيح، ما تشغلي بالك. ايه. امي انا بدي اقول لك شغله. إنه أنا بدي أترك هاي البلد وسافر. كيف؟ ابني أنت لوين بدك تروح؟ عديار بكر، وهنيك رح أسس شغل، وبعد ما ظبط أموري كلها بيكون علي خلص فترة العلاج، ساعتها بتيجي لعندي وبتعيشي معي. تفضل. يسلموا. صحة وهنا. يا ابني إلي كم يوم ما عم بقدر حاكيك، لما شفتك انت وعزت عم تتخانقوا وخفت كتير عليكم. انا
ما فيني اتحمل انه يصير لك اي شيء يا ابني، وما بقدر شوفك عم تأذي حدا كمان ابدا. عدنان روحي انت، بترجاك اللي انه مانك ناوي تقتله لعزة او تأذي بشي. والله ما كان ناقصني غير انت بهالبيت، خلصنا بقى بكفي. لك مين انت؟ اه؟ الزمي حدك، ما بيهمني بشو بتحسي ابدا. ابني لا تروح كرمالي، انا شو بده ياخذني معك لهنيك؟ مرت عمي ما رح تسمح لنا نجيب حفيدنا معنا. امي ملك وزهره كمان بيديروا بالون عليه، وانت كل فتره بتجي وبتشوفي. لا مستحيل روح، انا متاكده انه بهيه وليلى رح ياذوا لي حفيدي، لازم يكون في حدا يحمي منهم، انا مجبوره ضل يا ابني. ماشي امي مثل ما بدك، بس انا رح سافر. طيب امتى بدك تسافر؟ انا بالاول بدي امره على السجن، في واحد قال انه معه امانه من ابي وصار لازم يعطيني اياها. خير ان شاء الله، امانه شو؟ ما بعرف، انا كمان استغربت. بابا نزار، بابا وين كن انتو؟ الو، نحن عنا شغل مهم جلال، انت استنانا. وشو هالشغل هاد؟ أنا عم أحكي عن الشغل اللي ما قدرت تنفذه حضرتك. رح نقتل نرمين ونجي. قلت لي إنه في أمانة من أبي، شو هي؟ مكتوب، أبوك طلب مني وصلها لأمك لما كنا بالجبل، وأنا حطيت الأمانة بصندوق ببيت فوق بالضيعة ومو بعيد كتير. طيب وشو مكتوب فيها؟ ما بعرف، ما فتحتها أبدا. ليش ما جبت لنا إياها لعنا؟ يعني ليش بوقتها ما جبتها على القصر أو على المحل؟ جبتها بعد ما أعطاني إياها جمال الله يرحمه بشهرين، بس عمك قال لي انه انت وامك انتقلتوا على اسطنبول. يلا الزياره انتهت. شكرا. ليش لحتى عمي قال له هيك شيء؟ انت بتعرفي لي شي وين بيتها للدكتورة زينب؟ بيت الدكتورة زينب؟ ايه بيت الدكتورة زينب بنتي. ايه فاطمة؟ خير ان شاء الله؟ مين مزحلك؟ شو صاير معك؟ واضح ما بدك تحكي، انت ما بتحكي لي، ليش مين انا؟ بس مع هيك انا ما بيهون علي زعلك، هالعيون ما بتستاهل البكي، بيلبق لها الضحك ولا يهمك، انسي ما في شي بيستاهل زعلك، لا تضايقي حالك. يلا انا رح امشي. رشيد افندي وقف شوي، لسه بدك تتزوجني؟
شلون؟ مرت عمي هاتي البشارة، أنا حامل. هاتي ورجيني. هذا هو البيت بابا. إلا بهي القصة أنا مو من حقي أتدخل، بس أنا ما بقدر ما أقول لك هالكلمتين. لو عمي منصور مو منيح ولو بيأذي العالم كان تركني بالعراق ومشي، كرمال وحدة ما بيعرفها، كرمالي أنا كان رح يموت. حبيبتي زينب، أبوكي زلمة قلبه كبير. إيه صح، من زمان غلط غلط كبير وصعب إنك تنسيه، بس هو كمان تعذب كل هالسنين. هلأ ناطر منك فرصة واحدة ليصلح اللي عمله. أنا بفتح. إرمين وينها؟ وبعدين ركبت بالسيارة. بس يا ترى شو رح يصير معهم على الطريق؟ بدك تعرفي؟ ايه رح كمله لحتى أعرف. هالكتاب كتير حلو أمي. ايه عن جد، بس بصير حلو أكتر لما بسمعه من صوتك أنتي. يلا كملي. مع أنه كان الطقس بارد. أنتي حية، بعرف إنه بسببك ابني رايح. طلعتي عزت من بيته ومن بيت أهله، خربتي لي بيتي وعيلتي كمان. كلا شوف. وقف إرمين. وقف اتركني. اسمع اسمع، وقف إرمين. لا تعملها. نرمين ما دخل ابنه، بصدقني اتركها. خلص بعد دخيلك. خليني فهمكن، نرمين بريئة صدقوني، بترجعكن صدقوني. بعد هيك وإلا انتو التنتين بقوصكن.